من دار لانفان، لانفان افانغارد، عطر مميز، عطر كتير حلو. للأسف هو discontinued. تابعوا معي الفيديو لنشوف شو قصة هالعطر. أهلا وسهلا فيكم أعزائي على الفراجرنس هوليك ليبانون بيروت فراجرنس باشن، بمراجعة لعطر لانفان افانغارد من دار لانفان الفرنسية. هذا العطر طلبت مني راجعه احدى السبسكرايبرز عندي بالشانل. هي كتير نشيطة على الشانل، على طول بتعمل كومنتس. هي دعاء الخطيب، وجه لها تحية. وهيدي الريفيو بناء على طلبك، بتمنى تعجبك. مثل ما بذكركم على طول، كل شخص بحب المواضيع اللي بنحكيها على الشانل لها علاقة بالعطور، بتمنى عليه يعمل سبسكرايب بالشانل، يعمل كومنت، يسأل أسئلة اللي بده إياها. دعمكم كتير مهم لإلي لأقدر استمر بالشانل. هلا إذا كنتوا، أنا عم صور الفيديو، أنا هلا عم صور تقريبا بعد الساعة 12 بالليل، يعني بعد منتصف الليل. هاي الغرفة الخاصة فيي، بس ما بحط فيها عطور لأنه مواجهة للشمس وللطريق كتير، يعني ممكن تسمعوا ضجة سيارة، ضجة موتوسيكل قطع الطريق، فاعذروني إذا صار في ضجة، لأنه بالليل صوتي بيطلع كتير أقل. بفكر، بلعب موسيقى. هلا احط لكم لمحة عن الأوضة، كلها هيدي شغلة بإيد الأوضة، كلها شغلة أنا، والديكور كله أنا عامله. لنرجع للعطر. من دار لانفان، قلنا لانفان افانغارد. عندي الفول برزنتيشن، أنا عندي 50 ملي، عبوة 50 ملي. هيدي العلبة، نفس العلبة مثل 100 ملي، في منها 30 و50 و100. 100 ما قدرت لاقيها لأنه هذا العطر للأسف discontinued، فلقيت منه بس 50 ملي. لقيت بمحل ببيروت، لقيت عبوتين 50 ملي. أول يوم اشتريت أول عبوة بناء على، من دون ما شمها، بناء على ريفيوز حضرهم على اليوتيوب. بس جيت على البيت فتحتها شميتها، ما قدرت نام كل الليل. قمت تاني يوم اول شي عملته نزلت جبت تاني 50 ملي، يعني صار عندي 100 ملي 50 بـ50. اوكي، هيدي العلبة بتشوفوا، هيدا الزيح نفسه الموجود على القنينة. اوكي، افونغارد لانفان اوضة تواليت، هيدي اصدار 2011، هي من نوع الامبر وودي، خط الامبر وودي قلنا لكينا اصدار 2011. اوكي، الباتش كود والباركود، علبة لذيذة مهضومة. اوكي، القنينة كمان شكلها كتير حلو. اوكي، شوفوا هذا الخط هون مبين على الازاز، بيقدر يبين مستوى العطر منه. اوكي، طبقة كتير صغيرة، حتى بالمية ملي تقريبا طبقة صغيرة كتير على القنينة مثل 100 ملي. هون في بروبورشن اكيد، مثل ما شايفين قنينة سوداء كلها ما فيها شيء. هون الغطا لونه هيك انتراسيت اللون.
الغطاء مع السبراير، من تحت عنا الباتش، الباتش كود على الستيكر تحت. هذا العطر اوضه تواليت، اوكي تركيز اوضه تواليت، وهون على عنق الزجاجه مكتوب لانفان. اوكي السبراير رائع، السبراير كثير مرتب، الريحه كمان رائعه. هذا عطر ما اخذ حقه، يعني من وقتها ما اصدروه بال 2011 عطر ما اخذ حقه، بيقولوا له هيدن جام، ما كتير ناس عرفوا عنه، وبس انعمل له هايب يعني صار ينحكى عنه وبلش يشتهر على العطر، قاموا وقفوا اصداره شركه لانفان. هلا كتير صعب يلتقى هذا العطر بالسوق، يعني اللي بيلاقي قنينه ما يروحها، وسعره شوي صار سعره شوي غلي، صار غالي شراؤه لأنه صار وجوده كتير نادر. اوكي ريحة سوبر رائعة، هيك مش شامين شي مثلها. هلا هي بتشبه خط قطر معين، بس انه فيها شي هيك مثل ما بقولوا ديستانجي، يعني شي خاص فيها. عندنا افتتاحية بابر بهار، عندنا الفلفل الوردي بينك بابر، جونيبر توت العرعر، والبرجموت بالافتتاحية. الوسط القطري عندنا البيز واكس، يعني هو الشمع اللي بيصنع من العسل، يستخرج من عسل النحل. عندنا الخزامة اللافندر، الهال الكاردموم، والناتميج هي جوزة الطيب. يعني شايفين قد في سبايسز بالعطر. والقاعدة العطرية عندنا التبغ، عندنا البنزوين اللي هو نوع من الصموغ بيعطي سويتنس بالعطر، عندنا العنبر الامبر، والنجيل الهند الفاتيفر. فتخيلوا ملا خلطة، شو هالخلطة الحلوة، عطر رائع. انا هون عندي من 3 ساعات تقريبا غشش، بعده العطر موجود على ايدي بشكل واضح. هون عندي الافتتاحية، هلا رشيتها، رائعة الافتتاحية. هذا العطر يشبه شوي مش كتير، يعني من نفس الخط تبع لانوي دولون من ايف سان لوران، لانه في نوتة الكاردموم الهيل واللافندر والبرجاموت. بس عندنا البيز واكس مع البنزوين والتبغ، عطينه طابع هيك غير، يعني ممكن في 40% من لانوي دولون مش اكتر، بين 30 وال 40% من لانوي دولون، والباقي شيء خاص فيها العطر. يعني انا كثير عملت جهد لقيته هالعطر، لقيت 50 ملي، ورجعت تاني يوم رحت جبت تاني 50 ملي، لأنه ما قدرت نام ليلته قد ما حبيته هالعطر. بالنسبة للفصول يفضل بالخريف والشتاء، بس بالصيف، يعني أنا هلأ اليوم نحن بالصيف بشهر آب، وهلأ عم بحكي بالليل، أنا بعد منتصف الليل هيك الجو صار شوي فريش، استعملته أنا وبالبيت. بتطلع مرتي من غير أوضة، زوجتي بتقول لي شو هالعطر الحلو هذا اللي حاطه، يعني اول ما تحطوه فواحينه كتير قوي اول ساعه ونص. اخذت كومبلمنت عليه من زوجتي بعد ولا مره لانه مستعمله، قلت لي شو هالعطر الحلو من غير اوضه، صرخت لي وقلت لي. فعنا اول ساعه ونص فواحين كتير حلو وكتير قوي، رح يلاحظوكم كل حواليكم، وثبات عنا بحدود ال6 ساعات ثبات بكل رياح. اوكي عطر سويت توباكو سبايسي، يعني من العطور البضانية. بالنسبة للسعر، يعني انا لقيت ال50 ملي ب$30، تاني 50 ملي يعني جبت 100 ملي، يعني 50 50 جبتهم ب$60، كل وحدة $30، يعني سعر كتير لقطة. يعني إذا بتلاقوه بهالسعر ما تروحوا، وإذا بتلاقوا ال100 ملي أكيد كمان بنصحكم تجيبوه، بس
بلبنان ولا ممكن تلاقوا 100 ملي، برمت كتير ما قدرت لاقي الا هول العبوتين. فاللي بلاقيها القطر ما يروحوا، قطر حلو كتير. يعني انا من اول رشة دغري اخذت كومبلمنت، قطر رح هيك ما حدا رح يشموا عليكم وما يحبوا هالقطر، يعني كراود بليزر ورح تاخذوا له اطراءات. واذا بتلاقوه رح يكون عندكم مثل هيدي الفرس اللي لها قرن، اليونيكورن يعني، لانه ما حدا رح يكون عنده منه، كتير قليل صار وجوده. انا الباتش اللي عندي هو اول باتش 2011، يعني باتش سنة اصدار هذا القطر. الانيمتين اللي عندي، العبوتين اللي عندي نفس الباتش كود، يعني نفس الاصدار. يعني انا محظوظ انه عندي اول اصدار لهالقطر كمان. ف هيدا لوفان افونجارد، قطر كتير حلو، قطر كتير مميز. برجع بقولكم اللي بيلاقي هالقطر وبحب هو يجمع عطور دغري، ما يروحوا من بين ايديه هذا القطر. بتمنى يكون عجبكم فيديو، ما تنسوا تتابعوني على الشانل. راحت الكهرباء. هذا لبنان، راحت الكهرباء. هلا رجعت الكهرباء، بس هذه كهرباء المولد. عندنا شيء بلبنان اسمه مولد كهربائي اشتراك مشترك فيه، هذا غير كهرباء اللي بتعطينا اياها الدولة اللبنانية. هذا مولد خاص بوزع كهرباء، بس تنقطع الكهرباء تبع الدولة. هذا الوضع بلبنان صار وضع مزري للأسف. ما تنسوا تتابعوني على الشانل، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، ونشوفكم بفيديوهات جديدة بإذن الله.